ده انت عندك قرار محكمه. لا انا ما قلتش ما اتلغتش، بقول في لبس ما بين مساله هقول لحضرتك اوضح. طيب وضحها. المشكله انه اعلان حاله الطوارئ اعلنت وفق الاعلان الدستوري اللي صدر في 6/8 في 6/7/2013. هذا النص مادة 27 قالت يجوز لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء أن يعلن حالة الطوارئ مدة لا تتجاوز، خلي بال بقى حضرتك التعبيرات دي اللي عاملة المشكلة، مدة لا تتجاوز 3 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد الاستفتاء الشعب عليها. خلاص خلاص، وهي بدأت في أغسطس ده الإعلان في 14. لا لسه ده الإعلان، ده الإعلان الدستوري. في يوم 14/8 يوم 12/8 يوم 12/8 صدر قرار اعلان حاله الطوارئ، تمام؟ لم يحددوا بالاشهر، ما قالش شهر، قال 30 يوم، قال 30 يوم. خلاص، في يوم 13 في يوم 12/9 صدر قرار بالمد، بالمد بمد ايه بقى؟ شهرين. هي دي المشكله بقى، دي المشكله اللي الحكم تعرض لها. هنا قال الاعلان الدستوري بيقول 3 شهور، 3 شهور لما اعلن حاله الطوارئ قال 30 يوم. لما عايز يمد المفروض كان يلتزم باستخدام الايام، يعني انت قلت 30 يبقى انت عايز تمد تقول 60، ما تقولش شهرين. بالحساب بقى لما رفعت الدعوه امام المحكمه القضاء الاداري الدائره الاولى اللي اصدرت حكمها النهارده، اولا هي ما قالتش في منطوق الحكم حاجه، انما قالت في منطوق الحكم رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوه، ده دفع كان ابدى من قبل هيئه قضاء الدوله. ثانيا قبول الدعوه من ناحيه الشكل، يعني مرفوعه في الميعاد وفي صفه وفي مصلحه الى اخره. ثالثا رفض طلب وقف تنفيذ قرار الصادر باعلان حاله الطوارئ واحاله الموضوع الى هيئه المفوضين لاعداد التقرير بالراي القانوني فيها. لكن في حيثيات الحكم قبل ما ينتهي لاسباب الحكم للاسباب قال ايه بقى؟ وحيث ان الجديه والاستعجال ينتفيان من حيث ان مده الطوارئ قد اوشكت على الانتهاء وتنتهي عصر اليوم صدور الحكم اللي هو النهارده، للحساب اللي انا قلته لحضرتك، لان انت لما تحسب هيبقى مفروض عندك 90 يوم في يومين، في يومين ما عملوا مشكله، يوم 31 في شهر 8 ويوم 31 في شهر 10، فده فرق اليومين جه من هنا. فصدر الحكم. الحقيقه انا سمعت رد فعل يعني جيد ورد فعل سيء. الجيد سمعته منين؟ الجيد قال مجلس الوزراء بنحترم حكم القضاء وما تعليق وما قالش وما علقش. انما السيء ان احد المسؤولين بوزاره الداخليه قال لك اصل احنا ما تلقيناش الصيغه التنفيذيه بتاع شغل بقى فتره مبارك وفتره مرسي لم يجوا يتحايلوا على الاحكام. انا هذا الكلام عيب انه يتقال بعد كده.